البرجئة فقد قالوا اللي بيعرف ربنا إذا نطق بالشهادتين ولم يفعل شيئا فهو مؤمن ويدخل الجنة. والله سبحانه وتعالى يا إخواني علق دخول الجنة على الإيمان بالله والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كثير من الآيات تعلق دخول الجنة على ماذا يا إخواني؟ على الإيمان بالله والعمل الصالح. فمن فعل هذه الأفعال أو من أدى هذه الأركان يا إخوة دخل الجنة وفاز بالجنة ونجى بإذن الله من النار. والشهادتان يا إخوة عمل لسان وقلب، والصلاة والصوم عمل بدني محض، والزكاة عمل مالي محض. أما الحج فيجمع بين العمل المالي والبدني وعمل بدني والمالي، ففيه يدفع المال ثم يؤدي المناسك ببدنه.